السلام عليكم ورحمه الله. من بعد ما انتقل المنبر ديال شوف تي في لعين المكان ديال المنزل ديال الاخوه ديال ام عائشه الله يرحمها، فتفاجئنا بان ما استلموش الجثه من بعد ما خرج احد افراد العائله البارح، وقال بان راه قالوا ليه اللي كانت يتوصل باوديوات ديال الاخوات ديالها يعني مصدر موثوق، قالوا ليه بان راه اليوم غادي نستلموا الجثه غادي يعطيوها لنا وغادي ندفنوها. كنتفاجئوا اليوم بالخبر ديال بان الجثه لحد الساعه مازال ما تمش العثور عليها، لان السيده او مولات البليزه ما بغاتش تعترف، ما بغاتش تقول لهم فين دارتها، كتقول بانها حرقاتها. فهما اليوم خرجوا بواحد الصرخه كيقولوا او كيطالبوا بهذه الجثه، واخا تكون غير ماد او عظام باش يدفنوها. فنخليكم مع هذا الفيديو الجد مؤثر. شراف كاين والجثه ما كايناش، منكر، هذا منكر، ظلم، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، واش اليوم اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. شنو الجديد وقع؟ شنو الجديد في القضيه؟ واش هاد المراه هادي واش قاتلينها وهادي هنا في الباليزه ومرفوضه في الكارو ومول الكارو ساهد بها بلا رانا رافد باليزه، والسيد معترف بلا رانا معترف بولدها رانا راه قاتلينها وعامينها، وين قال لهم السلحه اللي لاحتها والسلحه ما معترفاش ولا خدمتهم. هذا ماشي هذا راه منكر، احنا مطالبين يعني دابا تاكدنا 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 100% تاكدنا 100%. السلام عليكم. السلام عليكم. شوفوا بنتي، حنا كنا ما متاكدينش، تنقولوا ملي بانت الباليزه وبان لنا الصوره كلها وبان لنا خلى واحد الواحد الدليل ومشاو لولدها جابوه من قلعه سراعنا، جابوا ولدها من قلعه سراعنا مدخله عند ميكانيك، وعاد باش جاتي قالت حطت الولد في سراعنا، وعاد باش جاتي قردت حد الروبايه كيشوفها بنادم، وعيطت لواحد صاحب جارها قالت لي عرفتيني؟ قال لي لا، قالت لي رانا السلحه. هذاك السيد ما عيط البوليس داهم، داو جابوا مشاو جابوا ولدها، عيطوا لهم من سراعنا قالوا لهم هو كاين، جابوا ولدها، ولدها قال لي ما ودي انا اللي قاتلها. اعترف قال لي انا شفتها، قال لي انا اللي قاتلها، قالوا لي كذا قتلتيها. مشاو البوليس، قال لي البوليس انا هو امي عيشه، قال لي وانا غنوريك كي ديريها. هي جات تحل في الباب وانا جيت درت لها يدي بحال هكا وسديتها من عند منها، ما طلقتها حتى ماتت، وزريتها انا وامي زريناها لدارنا ودرناها في خيشه، صريناها ملي كانت باقا شخونه في خيشه ودرناها في الباليجه. هادشي قالوا الولد، هادشي قالوا الولد، قالوا الولد كلشي قالوا، وقالوا ثاني اليوم في المحكمه وتحق ما بان، وهي ساكته وهي اش كتقول، وهي صامته تقول لي ما انا هذيك ما نقتلهاش راه صاحبتي، ما معترفاش هي، ما معترفاش هي، ما معترفاش، ما قايله هي فين الباليزه، قلنا قالوا لا في الباليزه، مشات نهار داوها البوليس، لا كان الحق نهار مشاو البوليس نهار الاول ما كانش الباليزه في الدار، وعقبت تحطت الباليزه صغيره من دوك الصغاره ديال الطقاره تحطت في هاد، وعاد تقول لهم هذه هي الباليزه مول الكارو جا تو شتو الكاميرا تو جا، قال لي ما ودي هاد الشيء كذا، هزيت ليها الباليزه وحطيتها فوق الكارو انا وجوج تاع الناس، انا وواحد المراه وهي، وعاد حطيناها فوق الكارو وحطيتها في باب الخميش، عطاتني جوج دراهم ومن باب الخميش لي شوف فين دارتها ياك بنتي. نعم. هاتي سمعتي كلشي، بعد تقولوا لي فينا قالت شي كذا تقول لي ما كايناش، انا ما شفتهاش وما باغاش تهضر، ما باغا تقول حتى كلمه، واش هذا حق؟ ولدها تقول لها فين؟ قالوا لولدها يمشي فين هي؟ قال لهم انا قتلتها وامي هجتها، واني بعد جيد قلت لها فين درتيها؟ قالت لي حرقتها. حنا تيقول هذا الشيء ولدها تيقول هذا الشيء، حنا اش بغينا؟ حنا بغينا ذاك الرماد اللي حرقتها بغيناه ندفنوه، وين ندفنوه؟ عائشه تي تبرد، حنا بغينا ذاك العظام، حنا بغينا ذوك العظام 9 ايام هذه ديال العائله، بغينا حنا هذوك العظام نشدوهم نشوفوهم، حنا ما بغيناش حتنا نطلبوا غير عظيمات، حنا تنطلبوا غير العظام، حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، ولا هذا الشيء كذا كان تحدا شي ما باغاش تهضر راه كاين شي حاجه. وتيجي خمسة هاد المرات شتا بنادم بنتي في العروب كاع ما عندوش القدر ديال ديك 1000 فرانك باش يجي ويمشي، وتيجي باش يخفوا علينا، وحنا ما شناهاش. احنا بنتي حنا طالبين غير العظام، غير التراب، غير التراب، غير العظام، حنا طالبين الشرطه وطالبين جلاله الملك.
وقف معنا في هذه القضية نشوفوا كيفاش. كانت حرقت كانت حرقت اللي في قالت الولدة تعطينا الرماد، كانت لايحة في بواحد البيار تخلينا حنا نجبدوها، حنا نشيروا نمشرو حنا نجبدوها، عتورينا فين كاينة، لما بغاوش هما يشيروا على الخنجر وعلى داك الشيء حنا نمشيو. يلاه كيف بغينا ندير؟ يعني هنايا كتقولوا قدر الله ما شاء فعل، اختنا مشات حبيبتنا مشات الله يرحمها، بغينا واخا كما قلتي عظيمه ها العظام غير تراب غير لا حرقتها، بغينا غير داك التراب نجملوه نديرو فيه ميكا وندوه. بغينا تا هي تحرق، بغينا تا هي تحرق، بغينا للاعدام، بغينا تا هي تحرق كيما تحرقت تا هي الاعدام، الاعدام الاعدام تحرقت تا هي تحرق الاعدام الاعدام. شنو قتلها السبب على داك الشيء اللي شافت اختي تدير هي ولدها؟ هذه هي اللي بغينا نعرف، هذا هو علاش قتلها اختي، هذا هو علاش على علاقه بولدها هي ولدها، هذا الشيء هذاك اللي مربيها، هذا الشيء علاش قتلت اختي. من سمعتهم وجيت عندها وقالتها لي وقلت لها نمشي للبوليس قالت لي رانا خايفه منهم، هذا الشيء علاش قتلت اختي. هما عرفوها بانها ايه هسي علاش قتلوا اختي، هسي علاش قتلوا اختي مع ولدها، مع علات الله وعليها، مع علات الله وعليها، مع علات الله وعليها، مع علات الله وعليها، مع علات الله وعليها. ولدها قالها ولدها قالها قبيلة في المحكمة، قال لك انا مع امي. كيفاش انا مع امي؟ اه تيخون تتخون هي وولدها، يعني كيديروا علاقه جنسيه، علاقه جنسيه هي وياه، شافتني شافتني الزوال شي تدير هي وياه حكمه هذا منكر تقتل اختي وهي تغسل خالتي، ما هذا منكر، هادشي علاش قتلت خالتي، هادشي علاش قتلتها، هادشي علاش هادشي علاش وقالها قبيله هو في المحكمه عاد شدي هادشي قالها حيت هادشي هو اللي قالها ولدها حيت هادشي معمر ما شفناه وعطاها قبيله ولدها. حنا دابا بغينا الجبته ديال خالتي غادي في الفاليزه وتيقول لك باقا ما قريتش كي داير هز قران يلاه قولوا لي هي غاجي في الفاليزه وهزتها في الكارو وكل شيء ولدها تيقول لها امي هادرت وهادرت خليتينا في الدار والعالم كامل وتيقولوا باقا هي ما بغاتش تقر كيفاش ما بغاتش تقر وات حنا نقتلو وندفنو وتا حنا ولا خرجوها لنا حنايا خرجوها لنا حنا انا نخرج يلاه انا يلاه انا حقك تنشدو انا حقك تنشدو انا نشد حقتي بيدي خليت كده ازهر وانا قاعده وانا مغيمه وتلعب مدام من سما تقبر من منصوروش وعباد الله والحضره وعباد الله خرجوا لينا نقتلها انا وديروا ما يعجبكم. لا ما بنات شي كامل المخزن ما بغاش يبقى لنا حقنا. لا. ما بغاش يعطينا الجوته ديال خالتي. ما بغاش الشاف يخرج لنا حقنا حقنا. الله يجازيه بخير المخزن. انا شارينا ندوز لنا حنا ما بغينا. علاش هي؟ حنا نعجبوا بها. حتى حنا نعجبوا بها. كي عجبت لنا بخالتي حتى حنا نعجبوا بها. كي قتلتها نقتلوها. كي قتلتها سلخات داتها في الخيشه داتها في الباليزه اش باقي ليها؟ ما بغاش تولي لنا العظام. لا هذا منكر لا هذا منكر لا هذا منكر قبل ما تموت الله يرحمها قبل ما تموت عاودت ليا وقالت ليا لا مت راه هما هو اللي تحلف عليها قالت لي راه تسمع فينا قال لي نوض نحيوها قالت لي لا خلي من بعد محشومه سالت فينا العافيه مربياه تتقول لي ولدي حاسه ولا يتمثل واش يديروا الاولاد لماتكم حاسه ولا يتمثل واش يديروا الاولاد مع ماتهم تداروا هالحرام.